طيب عندنا ايه النهارده؟ زي ما قلت لحضراتكم عندنا النجم الكبير وصخره دفاع كره القدم المصريه والنادي الاهلي النجم الكبير كابتن وائل جمعه. داخل وائل. وائل جمعه في هذه اللحظات هو منقذ النادي الاهلي. قفل الزرار فلازم اقفل. قفل الزرار. لا احنا واخدين الفاكسين طبعا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. كله تمام. تمام الحمد لله. 100 الحمد لله. اعمل بس حاجة عشان الناس تطمن. انت عارفين يا شباب هو هنا شعره طبيعي. والله شعره طبيعي يا فندم. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كله كويس؟ الحمد لله بخير. تعالى اتفضل بقى. مبروك. نقعد. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك الشكل الحلو اللي يليق بالنادي الاهلي وبصراحه بالتطورات اللي حاصله وليه بوجود اسلام يعني طبعا في في القناه والناس القائمين على القناه يعني حاجه جميله بصراحه وحاجه تشرف يعني. انا بشكرك طبعا على ان انت اختصيتنا النهارده ان انت تكون في اول لقاء ليك في قناتك في قناه النادي الاهلي. انا قلت ضيف وبتاع بس انت عارف لازم اقول المقدمه حبيبي ربنا ولكن حبيبي. الحقيقه ده بيتك. انت دايما بتنورنا ودايما بتكون ضيف على عزيز على كل الاهلاويه بصوتك في الحق دائما يعني. لا طبعا ده شرف ليا وفخر ليا دايما ان انا اكون موجود في بيتي وبيت كل الاهلاويه طبعا. بيت الكبير فعلا طبعاً. اسم على مسمى للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ومنبر الاعلام للنادي الاهلي فهو فعلا البيت الكبير بيت كل الاهلاويه اللي بيحبوا ويعشقوا النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن وائل. خلينا نطلع فاصل قبل ما كابتن وائل يقعد او نطلع تقرير نشوف تقرير عن الكابتن وائل جمعه. ممكن نقعد 3 ساعات في التقرير بس احنا حاولنا نختصره على قد ما نقدر. نطلع نشوف هذا التقرير عن كابتن وائل جمعه ونرجع نكمل.